المنشأ قبل ما ندخل الزكاة الأول الدنيا ماشية. قبل ما ندخل كده نفكر بعض كده تاني عشان حد لو حد ما حضرش. احنا كنا بنتكلم عن فوست مورتم تشينجز. ما بتعديش بالمراحل بتاعتنا خالص، تمام؟
واخدين الفرخه مطرح ما حطيناها في الفريزر بتنزل تكمل، معرفش هي دخلت الثلاجه امتى. اوكي، دي تقريبا التايم لاين اللي احنا كنا اتكلمنا فيه. كنا قلنا في حاجه اسمها هايدروستاسيس، اديناها ارقام 138 بتحصل او بتبان للاعمى في السمكيده، بتبان للاعمى بعد ساعه، بتبقى باتشز بعد ثلاث ساعات. قلنا بنقول بنسميها ايه؟ بنسميها باتشز، بنسميها سمول ارياز، بنسميها سيركلر ارياز، بنسميها مكتوبه عندك في الكتاب موطل، يمكن ما قلتلكش الكلمه دي، موطل مبطشه كده موطل. فهي اول ما تشوفها في الكيس سمول ارياز، سبوتس، باتشز، موطل، الكلمات دي كلها عشان تقول لي ايه؟ انها ثلاث ساعات. بعد ثمان ساعات الدم ما بيتحركش فبيكون فيكسد، لان الدم كواجيليتد ويحس ما هو متحرك. صح كده؟ ماشي يا يوسف، ربنا يخليك يا رب. مش هطول، ما تخافش. النهارده بقى شغلنا كله هيبقى ايه؟ في التعفن اللي هو البيوتريفاكشن، ولو ما حصلش هيحصل ثلاث دروس اللي بيبتدوا برقم ايه؟ 30. المرة اللي فاتت قلت لكم احنا شغالين بسكين عشان ما ننتجش. ايه السكين بتاعنا؟ فكروني كده. ديفينيشن، هكتبها الناحية التانية. ماشيين على شوية معلومات، شوية ايه؟ شوية تايتلز كده، على قد التايتلز هتقول المعلومات. أول حاجة قلنا ايه؟ ديفينيشن. تاني حاجة ديفاند أبون، السبب، الميكانيزم. يبقى أول حاجة الديفينيشن. تاني حاجة depend upon. تالت دي describe وصفيلي. اتزنقتي أو مش عارفة توصفي قولي السايت والشيك. شكله إيه ومكانه فين؟ زي hypostasis كده. مكانها فين في dependent area، شكلها إيه؟ modeled وبعدين coalesce together combine together into a big patch. نمرة أربعة قولي لي ميعاده الdate عشان نقدر نقول الميت مات إمتى؟ when. خمسة differential diagnosis، يا ترى الدرس بيلخبطك مع حد ولا مش بيلخبطك؟ يبقى differential diagnosis، يبقى دول الخمسه. تمام، هو طبعا differential diagnosis مش في كله، يعني في حاجات هتلاقي فيها differential diagnosis وفي حاجات لا. كل ده عشان يديني نمره سته magical legal importance، عشان اجاوب للضابط وكيل النيابه هو عايز ايه، اديله معلومات تفيد القضيه. plus or minus factors، الفاكتورز قلناها في درسين كوني، قلناها في الرايدر مورتس، النهارده هنقولها في البيوتريفاكشن. ماشي معايا كده؟ اوكي؟ طب نمشي واحده واحده بقى على كده. والميكانيزم مثلا؟ الميكانيزم اللي هي ديبند ابون، تعتمد على ايه؟ خلاص؟ اول حاجه البيوتريفاكشن. يعني ايه بيوتريفاكشن؟ يعني ايه تعفن؟ تعفن يعني اوتوليسيس اوف يور بادي، اوتوليسيس اوف يور تيشوز. مش عاجباك قول دي كومبوزيشن، مش عاجباك قول الحاجات المعقده الاورجانيك اللي في جسمك هتتحول لحاجات بسيطه اسمها ان اورجانيك، قولها باي طريقه. هي دي الديفينيشن بتاع البيوتريفاكشن. يبقى البيوتريفاكشن بتساوي ايه تاني؟ اوتوليسيس، مجازا دي كومبوزيشن، مجاز يعني ايه؟ يعني الاورجانيك هيتحول لحاجه اسمها ان اورجانيك ماتر. هي دي الديفينيشن. طب بتحصل ليه؟ احنا بنتعفن ليه؟ قالت سبحان الله بعد الوفاه دي بقى ايه؟ انا بتكلم عن ميكانيزم اهو بقى اللي هي ديبند ابون بتسال عليها. بعد الوفاه كل الانزيمات، الانزيمز اللي جوه جسمك هتخرج بره الخلايا، الخلايا اتفتحت ماتت، اتطلقت الانزيمز. بدليل تسمع المايكاردير انفاركشن، حته من القلب ماتت، فيقول لك عرفناها ازاي؟ لقينا الانزيمات عاليه، الانزيمات خرجت لنا في الدم. فبعد الوفاه كل السيلز تفتح والانزيمز تخرج، انزيمز تخرج عمال بتهد في عماره، الانزيمز دي قاعده بتكسر فيك، بتكسر في مين؟ كربوهيدرات، بروتين، فات، بلط، اتديت بدا عمال بتهد في عماره. طب ان كان القريب بيعمل
هيعمل فيك كده؟ يبقى الغريب هيعمل فيك اكتر من كده. مين الغريب؟ البكتيريا تدخل هجوم بكل الانواع. اللي بتحب الميتين بنسميهم السبروفيتك، بتحب الحاجات الدم. ويا سلام لو واحد ميت وهو عيان، يبقى عنده حاجات باثوجينز بتاعت المرض بتاعته. يبقى يجتمعوا كده الجيران بتوع البكتيريا كلهم والعيله ويبتدوا يهدوا مع الانزيمز. اشهر بكتيريا يهمني تكتبها الكلوستريديم والشيار، او كلوستريديم اللي هو بتكسر اللاتيتن، بتنزل لاتيسينيز، تكسر اللاتيسن اللي هو الفحص والليبد اللي مشبك خلاياك، يبتدوا يكسروا. عمال من جسمك بتطلق عليك، عمال بره جسمك اسمهم بكتيريا. اشهر بكتيريا كلوستريديم والشيار، بس ما يمنعش ان الايروبيك بكتيريا شغاله جامد مع الانيروبيك، مع الباثوجينز. مع طب مين كمان؟ مين ثالث عامل؟ مرمي في خرابه. واحد مرمي في خرابه ولا مرمي فار معدي، شويه نمل معديين، واحد غرقان، شويه سمك معديين، يبقى الرودنس. كل دول هم دول اللي هيهدوا في الجسم في الكربوهيدرات والفات والبروتين ويكسروا في البطن. هم دول العمال اللي بيهدوا في العماره. وما ادراك ما العماره ما تتهد. دخان وعفره وهيصه هيطلع من الهيصه دي كلها الدخان بتاعنا. الدخان بتاعنا جازس، ربنا ما يوريكم بريحتها. لو في المشرحه كده حد بيتعفن وانت بتركن العربيه كده تقول النهارده في واحد متعفن جوه، ريحه رهيبه بسبب الجازس. ابسط جاز كده هيدروجين سلفايد. فبص هيدروجين سلفايد وامونيا دي روائح نفاذه، وروائح ايه؟ تلزق في الجلد، يعني ما تدخلش بشنط، لازم تدخل بجاون. يعني في ناس تقول لك لا انا ما يهمنيش انا بدخل بلبسي، لو صوف يلزق في الصوف ما يطلعش مغسيل ولا ايه، يلزق في الجلد. يعني لازم تبقى لابس اوفر شوز، فالجازز دي تلزق لو شعر يلزق، عايز تستحمى هو لازم حاجه يعني. فبيوتريفاكتيف جازز رهيبه، تمام؟ دي كل دي نتيجه ايه؟ نتيجه العمال. مين العمال عندك؟ انزيمز من جسمك. يبقى الغريب هيعمل اكتر من كده، البكتيريا بكل انواعها والرودنس. يبقى دي ببساطه اللي هي ايه؟ دي باند ابون ديسكرايب، اوصفي لي واحد متعفن. تعالى بقى في الوصف عشان ما نتوهش، هنعمل زي ايه؟ جدول كده صغير كولنز كده. دكتور الجاسس هتبقى توكسيك؟ بس لا مش توكسيك، يعني بالنسبه لنا احنا ان احنا نشمها لا، بس طبعا لو قعدت مده طويله وحسب الكميه، بس مش توكسيك طبعا. يعني مش زي بتوع المجاري مثلا، مجاري هاتلك سلفايد بتاعتهم لا بيتخلقوا منه، تبقى لارج اماونت. لكن الديكومبوزيشن وبعدين ما تنساش فاتحين الشبابيك، فاتحين فاهم، لكن بتوع المجاري ما بينزلوا كلوز اريا. طيب تعالى ديسكرايب عشان ما تتوش في الحته دي، عشان حته رزيله. هنكتب ايه بقى؟ نمبر 1 اول ستيج بيحصل ايه؟ الجسم بيخضر وبيزرع جرين زائد جراس، وهنترجمها لايه؟ نمبر 2 الجرين هيفضل جرين زائد جازس، الجسم هيطلع جازس. طب نمبر 3 مرحله الجوانتي اللي هنمسك بيها الديدان لاربي، الجسم هيدوب. رابع جي جروبس اوف سيبريت بون، اتبقى في الامر عظمك وعملك بس، جروب اوف سيبريت بونز. هو دي الستيجز اللي بني ادم بيمر بيها بالترتيب. يبقى اول حاجه هتختار اخضر وزرع، تاني حاجه جرين زائد جازز هتطلع كمية جازز، تالت حاجة الجلامس الجوانتي اللي هتمسك بيها الديدان اللي هي ايه؟ الأرض. رابع حاجة groups of separate bones، تمام؟ أول حاجة يعني أنا حفظت دي أبتدي أترجم بقى. أنت بتقولي الجسم هيخضر ويطلع زرع. اه هتشيل
مرة هنا. يلا مش مشكلة بقى. دلوقتي الجسم اهو. الجسم اهو. احنا من اهل اليمين وهنتعفن من اليمين. هنتعفن من المنطقة دي. منطقة السيكم. اشمعنى السيكم؟ ادي سؤال يجي لك امس يجي لك صح وغلط. او يجي لك give reason for. اشمعنى السيكم؟ عشان دي المخزن اللي فيها العمال. full of bacteria. وفول اوف فلويد فيسز مليان ميه. هتعرف كمان حبه البكتيريا تحب تشتغل في الميه. تحب الميه قوي. يبقى المنطقه بتاعت اليمين عشان فول اوف بكتيريا العمال والمصنع هنا مليان عمال. يبقى الضرب هيشتغل من هنا. خلاص؟ والهدم هيشتغل من هنا. يبقى منطقه اليمين يبقى للسيكا عشان فلويد ستول وعشان فول اوف بكتيريا. هيحصل ايه بقى؟ انا بقول الجسم هيخضر ويزرع. ايوه هتلاقي طالع من هنا اشجار خضراء. اشجار خضراء. اشجار خضراء. اسمها بالاخضر والنبي انا ما بحبش الاسود ده. دي سموها ايه؟ اربورايزيشن. جايه بالفرنساوي من اربر. اربر يعني ايه؟ شجر بالفرنساوي. فقال لك الجسم زرع وشجر. ايه ده؟ والاشجار دي ايه؟ خضراء. خضراء لونها اخضر. طب انا عايزه اعرف هي ده شجر فعلا جوه بطني؟ قال لك لا ده مجرد ايه؟ ديستندد فينز ويز جاسس ويز حاجه خضراء. ايه الحاجه الخضراء دي؟ اسمها صلفي هيموجلوبين. ماده لونها اخضر. الفينز اتنفخت 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 اتملى بيها تراب. تراب الهدم اللي هو الجازس واتملى بيها ماده خضراء. الماده الخضراء عندنا اسمها ايه؟ صلفي هيموجلوبين. عشان كده اخضرت. ايوه عشان الماده خضراء. طب جبتي منين الماده الخضراء؟ انت قلتي العمال بيضربوا مين؟ بيضربوا الكربوهيدرات والفات والبروتين ومين؟ البلد. فما ضرب الهيموجلوبين اما ضرب البلد سيلز طلع لي هيموجلوبين زائد الجازس اللي هي الهيدروجين سلفايد ادتني ماده خضراء اسمها صلفي هيموجلوبين. عرفتي الخضار جاي منين؟ من ماده خضراء اسمها صلفي هيموجلوبين. جت منين الماده دي؟ من الصلف الهيدروجين سلفايد الجازس العفاره التراب اللي طلع من هدم العماره. طب الهيموجلوبين جه منين؟ من ضرب العمال للبلد. طلع لي هيموجلوبين. اتحدوا مع بعض ادوني ماده خضراء. فالماده الخضراء بقت في بطنك. يبقى عرفتي ليه جرين؟ عشان في ماده خضراء اسمها صلفي هيموجلوبين. عرفتي ليه جراس؟ زرع وتشجير. عشان شفنا ديستندد فينز ويز جازس اند جرين صلفي هيموجلوبين. خلصت اول ستيج. مفهومه دي؟ يبقى انا بفكرك كلمه جرين هتفتكر على طول الجرين والجراس جاي من اربورايزيشن. كلمه اربورايزيشن هتسمعها في السيرفكس في 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 البريجننسي والابورشن. افتكر كلمه اربورايزيشن هتسمعها تاني في المنهج. ها شكل اربورايزيشن كده في السيرفكس. طيب العمال مش راضيه تسكت. العمال شايفيني ضعيفه قاعدين بيهدوا بيهدوا بيهدوا. فالخضار بيزيد. الخضار بدل ما يبقى في البطن وفي البلبس طلع لفوق لغايه الرقبه ولغايه الوش ولغايه الصدر ونزل لغايه اللاج. الخضار قاعد بيزيد. ادي تاني ستيجز. جرينش ديسكالريشن انكريز اند انكريز اند انكريز زائد الجازس. اقفي هنا وجمعي لي الجازس. هتلاقي عندك في الكتاب مكتوب لك الجازس في حته وتكملتها ورا في الصفحه اللي بعديها في اخر حته افكتيف او ريفكتيف جازس. جمعي الجازس في حته. الجازس هتعمل لي ايه يا دكتور؟ بص بقى عشان نسهل على نفسنا. الجازس اهي هتعمل لي فاول اوض ربنا ما يريد. قلتها لك. هتعمل لي فلوت للجثه. لو الجثه حطيتها في ميه كانها منفوخه ببالونه هتلاقيها طالعه على السطح، طالعه البحر، طالعه على النيل. فلوت بس بعد فتره معينه. يعني عشان كده الام ما يبقى ابنها غرقان في بحر الام ما تقدرش تسيب ابدا البحر، عايز تفضل قاعده لغايه جثته يطلع. فدايما المفروض طبيب شرعي يقول للمباحث يقول للظباط
قالوا له لازم تروح، الولد مش هيطلع النهارده، هيطلع ما يبقى يظهر له الجيزس، يعمل له فلوتيشن، فلازم تروح تنام، والله ما هيطلع. فالام بتبقى يا عيني لا مش همشي، مش همشي ان شاء الله، قاعده قدام البحر كده مستنيه بس يطلع، يطلع ما يطلع بس عايزاه. تمام؟ فعشان كده الجيزس هي اللي بس بعد وقت معين الفلوتيشن. طيب بيعمل ايه كمان؟ بيعمل الفيتشرز، بيلخبط في شكلي تماما تماما. يبقى بيعمل لي فاول اودر، بيعمل لي فلوتيشن، بيعمل لي الفيتشرز بتتلخبط. لو ست حامل ينزل منها الفيتس، تبص تلاقي يطردوا، ما الجازس قاعده بتنفخ بتنفخ، الجازس جوه، العمال قاعده بتضرب. مين العمال تاني؟ الانزيمز، البكتيريا لو في رودنتس، والعفره بتاعتنا مين والتراب بتاعنا مين؟ الجازس. فالجازس كل شويه قاعد بيتنفخ بيتنفخ. دي المرحله بتاعت نمره اتنين، ان يحصل جرينش ديسكالريشن انكريس اند جازس فورميشن. تعالى بقى انا دلوقتي بنفخ بالونه، اول حاجه اتفقنا خلاص ريحه وحشه من الجثه، اتفقنا بيحصل فلوتيشن في الستيج 2 مش الستيج 1، اتفقنا ان الفيتس لو ست حامل هيخرج منها. تعالي في الفيتشرز بقى ونتكلم فيها عشان ما تخافيش بقى، الفيتشرز دي انت هتقلي فيها، هتجمعي كل الكلام ده في حته فيتشرز، يعني شكله ايه والوش ايه، بس ابتدى يتنفخ والجاسس تقول ايه ده، الست دي عندها وجان، الست دي عندها فتحه عين، الست دي عندها فتحه مناخير، الست دي عندها فتحه، تبتدي الجاسس تخرج من فروث فروث جاسس فروث 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 اند بلاد فروث اند بلاد. وقفلي هنا كمان حبه، هقول لك بيلخبطني مع الفروث اوف دراونينج ديفرنشال دايجنوزس. ما انا قاعده بقول لك فروث، وفي الاسفلت هتسمع في الدراونينج بيحصل فروث، الغرقانين بيطلع منهم رغاوي. طب انا فرق ازاي دي رغاوي ديفراكشن ولا رغاوي غرقانين؟ كمان حبه هنقولها. لكن امشي معايا تاني في الفيتشرز. ايديمتس فيس. بلجنج اي حاجه هتخرج، بلجنج اي، بلجنج تانج، ويز فروس من فتحات. كل حاجه الجاسس من جوه بتزق، الجاسس من جوه بتزق العين، تنفخي بالونه بتزق التانج. والفروس بتخرج مع البلاد، مليانه بلاد، الدنيا فيها هدم، الدنيا فيها ديستركشن. تعالى على الرقبه، سوولن نك، شست، سوولن بريست اند شست، ابدومن، سوولن ابدومن، سوولن سكروتم، سوولن، ماشيين معايا؟ ايه ده؟ ده في فتحه ريكتم، فتحه ايه؟ الفيسس تنزل، بنزق، كله بيتزق، والفيتس بيتزق، الفيسس بيتزق، اي حاجه بتتزق، الجاسس قاعده عايزه تخرج، بيتنفخ بيتنفخ بيتنفخ، وابتدى بقى يزق يزق يزق. يبقى دي اسمها ايه؟ الفيتشرز. لدرجه ايدنتيفيكيشن از ديفيكولت. يعني ايه؟ لو عندنا في المشرحه ولد والام بقى اللي امه دي حافظه فيه كل حاجه، تدخل اول ما تشوف لا ده مش ابنه، لا مش ابنه، لان الايدنتيفيكيشن از ديفيكولت هنا. ليه؟ تغير ملامحه تماما. ابنها كان رفيع، ابنها كان تخين بس ما كانش بالمنظر ده، ابنها ما كانش لا عامل كده، ابنها كده، لا 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 لا. هي طبعا بتعرفه بحاجات ثانيه، تعرفه بلبسه، تعرفه بخدمه، تعرفه بسنه، تعرفه بشعره، تعرفه، بس برضه بتكذب، لا لا ابني مش الشكل ده. بتستنى يعني مش عايز تصدق. بس هو فعلا ديفكت. فعشان كده الفيتشرز هنا تخني كل حاجه، تخن كل حاجه، تخن كل حاجه، الجاسس قاعده ايه؟ الجاسس قاعده بتخرج من كل حته، واتفقنا من كل تخرج من كل فتحات بتعمل فراس. وما تنساش ان حتى الجاسس تحت الجلد، تحت الجلد وفوق الجلد، الجاسس بتتجمع، بتتجمع في ايه؟ بتتجمع في حاجه اسمها بليسترز، بليسترز فقفيق، عارف لما الواحد يتحرق كده يطلع له فاسيكلز او بليسترز. يبقى خد عندك الديفرنشال دايجنوزيس الثاني، ازاي تفرق البليسترز بتاع بيوتريفاكشن البليسترز بتاع البيرن بتاع الحروق. يبقى احنا عندنا اثنين ديفرنشال دايجنوزيس جايه في السكه. خلاص يا اولاد ماشيين معايا؟ يبقى مره ثانيه
الجسم بيخضر وبيزرع، هو بيخضر الماده الخضراء دي. صلبي هيموجلوبين جت منين؟ هيدروجين سلفايد بلس هيموجلوبين، عملت لي ماده خضراء اسمها صلبي هيموجلوبين. هو الجسم هيزرع يعمل تشبير يعني ارمورايزيشن؟ لا، الزرع والشجر ما هو الا دي ستاندرد فيدز ويز جازز فيد ويز صلبي هيموجلوبين. عشان كده ايه منظره عامل زي الشجر الاخضر. حلو كده؟ طيب العمال الشرطية بتسكت شغالة، الجرينش بيكتر والصلفي موجلوبين بيكتر والجازس ينفخ. الجازس بيعمل ايه؟ اول حاجة فلوت، تاني حاجة فاول اودر باد سمال فانسي سمال، تالت حاجة ممكن ينزل الفيتس، رابع حاجة الفيتشرز ممكن الفيتس مع الفيتشرز. الفيتشرز سوولن 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 سوولن، وخرجي اللي تقدري تخرجي، عايزه تخرجي فيتس خرجي، تخرجي فيسس خرجي، تخرجي فراس خرجي. الفراس هنعمله ديفرنشال دايجنوز مع مين؟ مع الدرام. طب والجاسس اللي فوق الجلد نعمله مع مين؟ مع الفئه. اما نتخانق ونقول انا اتفقت ولا حصل لي بليسترز او فاسكتس، يبقى دي مطلوب مني اعمل ديفرنشال دايجنوز. العمال مش راضيه تسكت، قاعده شغاله هدوء. يبقى دخلت على المرحله الرابعه. المرحلة دي أنا شخصيا بحب أقول دي الانفصالات والانفجارات. هنا بقى مرحلة بقى خلاص البالونة خلاص على آخر. أنا جسم فجأة بقى يحصل إيه؟ طق 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 رابتشر أوف أبدومن، رابتشر أوف شست. الدنيا ترابتشر، وترابتشر تحت إيه؟ ضغط عالي. يعني في المرحلة دي أما تيجي تفتح كده وتجري لان بيطلق ايه عصبيه السقف الجازس طق، هو المفروض بيفتح لوحده بس لو جالك في المرحله دي تعمل كده ايه كله في وشك. يبقى المفروض كده كله هيحصل رابتشر لوحده لو ساب كده في خرابه ولا بتاع، رابتشر ويفتح لوحده. وبص على جوه بقى يقول لك دوي ماس عجينه، الاورجنز بقت عجينه، انا مش شايفه حاجه. يبقى المرحله دي بقى اللي كله بينفصل عن بعض والجازس بتطرد الجازس باخرها لدرجه ايه؟ بتنطل لك جوانتي وشراب من ايدك ورجلك جلافز. بنسميها ايه دي الناس اللي حضرت معايا ايدنتيفيكيشن في التيوتوريال؟ الله ينور عليك، بيلينج بيلينج، علمي عليها 50 علامه بتيجي ام سي كيو، بتيجي صح وغلط وبتيجي. بيحصل بيلينج اوف ايبيدورمس فروم درمس ان فورم اوف جلافز. ها؟ تقشير. الابيدرمس يسيب الدرمس ان فورم اوف جلافز. ورجلك ان فورم اوف سوكس، شراب ينزل من رجلي. كل دي بسبب ايه؟ تاثير الجازس. الجازس تحت الجلد عايزه تخرج، الجازس جوه البطن عايزه تخرج، الجازس جوه الشيست عايزه تخرج. يحصل الانفجارات والانفصالات بقى، الجازس عايزه تقب على وش الدنيا. خلاص وصلت لاخر البالونه اتنفخ لاخرها فرقع. يبقى هنا فرقعت البالونه. يحصل بيلنج، عشان كده انا عماله نمره 3 جلافز. انا ما يهمنيش لو نسيتي رابتشر اوف ابدومن، لكن جلافز لا ما تنسيهاش، لان بيلنج اوف ابيدرمس فروم درمس ان فورم اوف جلافز. ايه الميديكال ليجال امبورتنس بتاعتها؟ قلت لكم ايه في التيوتوريال؟ قلت لكم اهميتها ايه؟ الله ينور عليك، الفينجر برينتس موجوده في الدرمس والابيدرمس، نقدر نعمل ايدنتيفيكيشن منها. مش مهم الجثه، الوش فرقع مش شايفه وشه، اقول له عندك جوانتي اهو هاتون جيب فينجر برينتس. خلاص يبقى دي مرحله الانفجارات اللي هو بالونه وصلت لاخرها وانفجرت وانفصلت الجلافز منها اللي بمسك بيها اللارفي، كانك لابس جوانتي ماسك لارفي. بدات هنا الم ديدان من الجثه، ديدان ديدان، هي ديدان جت منين؟ الدبانة معدية من نمرة واحد شمت ريحة حاجة وحشة، قالت لك بس المكان ده زبالة، أحسن مكان أبيض فيه، أحسن مستشفى هو ده. فالدبان من زمان وأنا مش أخدة بالي، مش الدبان بس بقى، الناموس على الناموس على مش عارفة معدي، كله بيجي إيه؟ يقوم في الأرفسس اللي هي المدارية، يداري الدفانة هنا ويداري البيضة هنا ويداري عند النوز عند الإير عند الحاجات المدارية، بيداري ولاده، خايف على ولاده زي القطة كده بتخاف على ولاده. يقوم حاطط إيه؟ الأك. الأك تو هاتش تجيب لارفي فين؟ ستيج نمرة ثلاثة. يبقى افتكر الجلافز اللي بنمسك بيه اللارفي. اللارفي دي بتتمسك، اللارفي دي عندنا مهمة جدا.
علم اسمه فورنسيك انتومولوجي، علم طب شرع الحشرات، علم رهيب. احنا ما نشتغلش فيه، يعني ما نشتغلش فيه، هم بتوع الزراعه اللي هم علم الحشرات. ان هو اجي اقول له، هقول له اهميته حلو جدا، يجي يلم الديدان ومن الديدان يقول لي واي اند وين. هو اللي يكشف عن الجثه ويقول لي واي اند وين. طب ما انا بشتغل اقول واي اند وين، اه بس انا بلجا له ليه؟ نساعد بعض. هو يقوم قايل لي حاجه اقول له الله ينور انا مطلعها كده برضه، يبقى احنا صح. فعشان هو عارف انت الدوده دي واللايف سايكل، انتوا عارفين اللايف سايكل والشله دي، بيلم في بوكسز كده ويروح يشتغل في معمل ويجي يقول لك واي اند وين. بمعنى مثلا انا مموت الشخص ده ومسمماه بالزرنيخ، فالدوده جت اكلت الجثه اللي ميته بالزرنيخ، هي كمان هتتسمم وتموت بالزرنيخ او هيبقى فيها زرنيخ. فيجي يحللها يقول عندي الدوده بتاعتي ماتت بالزرنيخ، اقول له الله ينور انا عندي برضه مطلعه ان انا الميت بتاعي مات بالزرنيخ، يبقى ماشيين مع بعض. فاهمين يا ولاد؟ ففرنسي عشان كده احنا بنركز قوي على حته اللارف. ما هو دايما الكوز اوف داس ايه؟ الكوز اوف داس كل الناس هتموت من ايه؟ يا حادثه يا مرض يا تسمم. ما لهمش ربع. مات موتة ربنا بنعتبرها مرض، اللي هي اللي انتوا بتقولوا كاردياك ارست، القلب توقف، مش ربع جنائيه بس مرض، بيتحط كاتيجوري مرض. خلاص؟ حادثه مرض تسمم. الدوده لو انت مخبوط على راسك هي مش هتتخبط على راسك، يبقى ما تقدرش تقول لك حادثه. لو واحد عنده كانسر الدوده مش هيجنها كانسر. يبقى دايما الفورنسيك انتومولوجي في البايزنين، في علم التوكسيكولوجي. الديدان دي بتهمنا في علم التوكسيكولوجي. عشان كده تقول لك واي اند وين، وين من الارقام اللي هديها لك دلوقتي. طيب هنا احنا وصلنا لايه؟ للارض. خلي بالك في ناس تقعد تسالني او هو الجسم لازم يدود، كلنا هندود؟ لازم كل الاموات يدودوا؟ لا. لو دفنتوا تحت الارض بمسافه، فين الهاموش والدبان اللي هتحط؟ يعني مش كل الاموات هتحطهم من فقر. هو الميت اللي بيدود ايه؟ اللي بيتعرض للايه؟ للانسس، ويتعرض ان في بيض يتحط له والارض بتطلع. لكن تحت المقابر على مسافه معينه اه ممكن يكون فيها حشرات، لكن لو دفنتم تحت اكتر مفيش حشرات اكتر، فمفيش لارفي. انا بقولها لكم بس عشان لو حد يعني اتكلم معايا. الناس العامه احنا بنتراص منها، كلنا هندود؟ لا مش كلنا هندود. خلاص؟ زي بالظبط مش بتسمع مثلا انا مش هخلي الدبان الازرق يعرف طريق ليك. المثل ده جاي منين؟ ان المقابر مليانه دبان ازرق، الدبان الازرق ما بتعيش غير على الاموات. تمام؟ فهو المثل بيقول لك ايه يعني؟ يعني انا هدفنك لتحت قوي 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 بحيث ان محدش هيعرف طريقك، حتى الدبان الازرق اللي بينزل لك شويه. يعني هي المثل جايه من كده، الدبان الازرق ده بتاع الاموات اللي بندور عليه ده. طيب نمره ثلاثه خلاص وصلت النمره اربعه. اخر نمره اربعه ستيجز بقى ايه؟ عظمك وعملك. جروبس اوف سيبريت بونز، خلاص السوفت تيشو انتهى والليجمنتس انتهت وبقينا عظم في القبر اللي هو بعد الثانويه. يقول لك الثانويه تيجي خلاص عظمك وعملك، مفيش حاجه ثانيه ولا سوفت تيشو ولا ليجمنتس. اوكي؟ طيب كل الكلام ده انا بقى بقوله ليه؟ كل دي تحت بند ايه؟ ديسكرايب. لو جيت قلت لك الديت هنحفظ بقى ايه؟ سهله 21 21 21 21. ايه 21 21 دي؟ اهي بص بقى هنطورها ازاي؟ اهي 21 21 21. يعني ايه؟ بعد يومين من الوفاه يحصل اول ستيج، بعد 1 ويك ثاني ستيج، بعد 2 ويكس ثالث ستيج، بعد السنويه رابع ستيج. سهله؟ تاني 21 21، بعد 2 دايز اول ستيج. احنا خلاص عملنا، عشان كده انا عاملها لكم بستيجز ماشي معاكم بالراحه. بعد 1 ويك ثاني ستيج، بعد 2 ويكس ثالث ستيج، بعد الثانويه 1 يير جروبس اوف سيبريت بون، عظمك وعملك. عارفه ان في الايدنتيفيكيشن
معلمينكوا حاجه انا اكلتها عشان انتوا عارفينها. معلمينكوا هقولها للي ناسيها. معلمينكوا ان لغايه 6 مانثس داخل القبر هنلاقي سوفت تيشو. سمعتوا المعلومه دي للام سي كيو؟ صح؟ لغايه 6 مانثس بنشوف سوفت تيشو. سوفت تيشو بس حتت مش بني ادم، بدليل انا قلت رابتشر بس دوائي دوائي. بعد الثانوية النهاردة السنة اهو، بعد الثانوية عظمك وعملك. امال من 6 ل 12 دي بيبقى فيها شوية ليجمنتس، شوية ليجمنتس موجودين من 6 ل 12. يبقى لغاية 6 سوفت تيشو، لغاية 6 سوفت تيشو. من اول الثانوية عظمك وعملك، عظمك بس. طب الليجمنتس فين؟ في الحتة دي، في الحتة دي. خلاص؟ يبقى 21 21. الارقام دي عشان اعرف بيها مين؟ وين المن مات امتى؟ صح كده؟ يبقى نعيد تاني عشان ما نروحش بعيد. الكولينج، حد فاكر ارقام الكولينج؟ درجه كل ساعه لغايه 18 ساعه. الايس هنقولها بقى في الاخر نسيبها. الهايبوستاسيس، حد فاكر ارقام الهايبوستاسيس؟ 138. حد فاكر الرانجل مورتس؟ 2 في 12 ب 24. صح كده؟ طيب النهارده الفيوتريفاكشن 21 21 21 21. بعد 2 دايز 1 ويك 2 ويكس السنويه. الكلام ده كله في الشتاء. طب لو في الصيف؟ لا في الصيف زهيد او تمبريتشر اكسلريت اني بروسس بيبقى اسرع، التعفن اسرع في الصيف. يبقى نصص الارقام دي. يبقى لو في الكيس جالك قال لك سمر، قول بدل ال 2 دايز دي 1 داي، بدل ال 1 ويك دي 3 او 4 ايام، بدل ال 2 ويكس دي تبقى 1 ويك. بس اوعى تحفظها، اوعى تحفظ الدنيا، انت حافظ 21 21 ان وينتر. قالوا لك ان سمر نصص الارقام، يعني ما تقعدش تحفظ زي ما مكتوب في الكتاب 2 ان وينتر اند 1 ان سمر. لا 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 21 21 بس اللي تتحفظ. الكيس جات لي سمر انصص الارقام، لان ممكن يقول لك ان سمر ان وينتر، اول ما يقول لك سيزون علم عليها، هيقولها لك في البيوت ريفكشن بالذات. خلاص؟ طيب وصلنا لايه بقى؟ وصلنا للديفرنشال دايجنوزس. حد فاكر في حاجات في البيتريفاكشن انا بتلخبط بينها وبين ايه؟ الفروست. يا ترى الرغاوي دي رغاوي تعفن ولا رغاوي ناس غرقانين؟ بص بقى هقولها وهقولها تاني في الاسفلت ان شاء الله. عندي الفروست بتاع الغرقانين وادي التعفن. مبدئيا كده بتاع الغرقان اكتب عليها رغاوي ليمون، عارف الليمون اللي بنشربه؟ تيبيكال رغاوي الليمون، وهبقى اشرحها لك ليه. تيبيكال يعني جميله وزي الفل، يعني وايت، يعني سمول، او بيسموها فاين مثلا، الحين اقول لك فاين يعني رفيعه كده وصغننه وفيري سمول، يعني نو اودر ملهاش ريحه. اما دي بتبقى بلاكش ويز بلاد كمان، مدممه مدممه، تبقى مسوده مدممه. لكن دي وقتش وزي الفل، دي ميه زي الفل، لكن دي مدممة. دي بتبقى كورس رغاوي كبيرة كده، رغاوي كبيرة. دي بتبقى ربنا ما يوريكوا، قلت لكم ايه؟ فاول اودر، اوفنسيف اودر، ده تعفن. تمام؟ اون كومبريشن اون شيست، لو ضغطت على الغرقانين يطلع، كل ما تضغط على صدره يطلع، كل ما تضغط على صدره يطلع، دلع. ده بيطلع اول باول من غير ما تضغط. هو مش محتاج تضغط. الغرقان كل ما تضغط كومبريت تبص تلاقي الرغاوي طالعه من صدرك. فدي هنقولها مره ثانيه في الاسفيكسيا، بس مبدئيا كده دي الفروس، الفرق بين الفروس بتاع الدرامي والفروس بتاع. طب الديفرنشال دايجنوزيس الثاني ايه؟ الفليسكرز. يا ترى الفقفقه دي الفاسكلز بتاعت المحروقين ولا المتعفنين؟ بص بقى الفاسكلز بتاعت المتعفنين وحشه وريحتها زفت ومليانه بلط. اما الثانيه زي الفل. زي الفل يعني ايه؟ مجرد سيرم. سيرم طالع في فايتال رياكشن، انتي مورتم رياكشن، يعني مليان بايه؟ ما
مليان بقلب من اند كلورايد، طالع من الجسم سيرم مليان بحاجه نظيفه كده على نظافه، شويه سيرم خرجوا من البس مليان بقلب من اند كلورايد بسبب الهيت ميكانيزم. اما ده لا، ده مليان ايه؟ مليان فلويد، مليان بلاد كده، وممكن جازس، وممكن جازس ريحه وحشه. فباقي الباسكت بتاعت الحروق زي ما انت الباسكت زي بالظبط ما انت كسوانت بحاجه سخنه، اطلع لك باسكت زي الفل. لو حلينا اللي جواها هنلاقيها سيرم مفيش جازس، هنلاقيها سيرم مليانه بايه؟ ادرينو كلورايد. اما ده لا، ده جازس وبلاكش وبلادي وريحه وحشه. بيني وبينك ما حدش بيتلخبط بينهم، بس ايه يقول لك ايه؟ عشان ما تجيش وانت بتشرح ايه ده؟ الراجل ده حرقينه كده ليه؟ الراجل ده حرقينه، لا يا عم ده بس كده بيتريفش. ما تجيش تبص على فراس الراجل ده حرقان، الراجل ده لا ده فراس او بيتريفش، فتبقى انت مركز انت بتتكلم على ايه؟ خلاص؟ طيب اخر حاجه بقى في البيتريفكشن هنتكلم فيها الميديكال امبورتنس والفاكتورز. عن طبعا على الفاكتورز، الفاكتورز فيري امبورتنس، انها بتقول لك معلومات حلوه قوي على البيتريفاكشن، مش كل واحد هيتعامل زي الثاني. طيب قبل ما ادخل في الفاكتورز، هقول الفاكتورز بعدين الميديكال انتوا هتطلعوها في سكول. بص بقى الفاكتورز افكت مين؟ فاكرين لما قلت الفاكتورز افكت رايجر موركس؟ بعد رايجر موركس قلت كلمه ثانيه، الله ينور عليك، قلت رايجر موركس فاكتورز افكت اي تي بي. انت يا اي تي بي هتمشي امتى وهتيجي امتى؟ لو مشيت بسرعه جنيني، لو مشيت بسرعه يبقى ايه؟ على طول الرايجر موركس هتيجي، مش كده؟ متفقين؟ لو مشي بسرعه جنيني الرايجر موركس هتيجي بسرعه وتمشي بسرعه، يبقى ده بناء على الاي تي بي. المراتب هقول فاكتورز افكت بكتيريا، انت يا بكتيريا بتحبي ايه وبتكرهي ايه؟ ما هي دي ملكة، هي دي السينيور بتاعت القعدة، هي دي اللي هتشتغل، هي دي المين، المين عامل. بص بقى البكتيريا ردت عليا وقالت لي انا زي زيك، انت بتحبي ايه؟ قلت لها انا عشان اعيش محتاجة حرارة كويسة عشان اقدر اعيش، محتاجه شويه هواء طبعا وانا اقدر اعيش من غير هواء، محتاجه ميه طبعا انا محتاجه ميه، محتاجه دم جوه جسمي. هي كمان قالت لي وانا كمان، كل حاجه تقولي وانا كمان. نمره خمسه انا محتاجه اهلي واصحابي، هي كمان محتاجه اهلها واصحابها، هم دول اللي البكتيريا محتاجاه، وبناء عليه هنتكلم. بمعنى اول حاجه قالت لي ايه؟ انا بعمل كده جدول عشان اقول لكم البكتيريا هنا هترعرع، وما دام البكتيريا هترعرع يبقى البيتريفاكشن هيرعرع ويسرع. اما في الصف ده البكتيريا هتنام وتقول لك انا ما بشتغلش ما بشتغلش، والبيتريفاكشن هيتاخر، يبقى كده انت شغلك ايه؟ اي كلام، يبقى البيتريفاكشن هيتاخر، ماشي كده؟ طب تعالى اول حاجه في الحراره. في الحراره ردت زينا بالظبط، احنا الحرارة بتاعتنا الحلوة من 25 ل 40. يقول لك أقل من 10 في السقعة قوي ما تقدرش تذاكر، أنا مش قادرة أذاكر تحت البطانية، أنا ما أقدرش أنزل، ما أقدرش أنزل تحت المحاضرة، وفوق ال 50 الدنيا حر ما أقدرش أشتغل، هي زيها زيك. أحسن تمبريتشر ليها من 25 ل 40. أقل تبتدي تتدلع، أقل من 10 تقف، عشان كده يقول لك مثلا في سانت كاترين ومش عارف، يقول لك ما فيش برد هناك. ما حدش بيجي له انفلونزا هنا، ما حدش بيجي له، ما فيش حاجه عايشه لا بكتيريا ولا فيروس، لان الحراره بتك. فدول ميتين برضه نايمين. يبقى 25 40 احسن وقت. تعالي بقى قالت لي انا بموت في الهواء، احب كده اشتغل في الهواء، يعني ايه؟ يا سلام لو الجثه دي نجد وعريانه اعفنها لك بسرعه. عكس الجثه اللي جنبها اللي هي مدفونه في سيلد كافنز. وده الاختلاف في الديانات، يعني الكريستيانز في صناديق فيتعفنوا اقل، المسلمز يفتحوا يبقوا نيت ويفتحوا الغطاء، يبقى هي عايزه هواء عشان تشتغل، كل ما تديها هواء تبقى اسرع. يبقى حته الهواء انك تحطيها في هواء، بمعنى بصي بقى
قالت لي انا ما بعفنش drowning persons, drowned persons الغرقانين. لانهم يا ستي تحت الميه وانا عايزه هوا. ايه اللي تحت الميه بيتعفنوا؟ حلني عقبال ما يحصل تعاو يطلع فلوتيشن. يبقى معنى كده ان هنا في drowning اتحط في الكاتيجوري ده وانتبه ليها قوي. قالت لي انا بموت في الميه. اللخبطه دي ميه. ايوه انا بحب الدراونينج. ايه ده ايه ده ايه ده مره تقولي ما بحبش دراونينج؟ افتر بعد ما يشيلوه من البحر والنيل ويحطوه لي على الشط كده ميه مع هواء. لكن طول ما هو تحت الميه لا اتاخر في العمل. لكن حطيتيه لي فوق يبقى بنسميه مويست كده مبلول. ها افتر ايه؟ بعد ما انت اكستراكشن في الووتر. دراونينج افتر اكستراكشن. يبقى خلي بالك من الكلمه دي. قال لك دراونينج بيرسون؟ لا يا سيدي البيترفاكشن وحش. قال لك دراونينج افتر اكستراكشن بعد ما طلعه؟ لا ده بسرعه ده ميه وهواء. فاهمين الحته دي يا ولاد؟ طيب انا بموت في الميه. يا سلام لو الجثه ايدي متص. لا يا سلام لو الجثه اسايتس ده كلها ميه. يبقى هي بتموت في الحاجات اللي فيها ميه. الجثه اللي مليانه ميه تشتغل مع هواء طبعا. ما بحبش الجثه اللي جنبها. الجثه اللي جنبها دي هايدريتد. لا 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 دي هايدريتد بوديز دول ما بحبهمش. اكتر ناس عندنا بيهمونا عندهم دي هايدريشن الميتاليك بويزنينج. الميتاليك بويزنينج بيحصل لهم نوزيا بومتنج كوليك دايريا طول النهار بومتنج ودايريا. يعني عندهم دي هايدريشن. تقول لك لا لا اعفنه بتاخر عندهم دي هايدريشن. خلاص بموت في الناس اللي عندها دم. مين اللي عنده دم؟ congested heart failure. اما اللي ما عندوش دم الانيميا دول ما بحبهمش. يبقى هي يعنيها على. ومين كمان organs عنده دم؟ الله على الليفر، الله على السبلين الحاجات اللي فيها دم، الله على الجريفيد يوترس الست اللي خلفت كتير مليانه vascularity. ما حبش الاورجنز اللي ما فيهاش فاسكولاريتي زي البروستيت والنون جريفيد يوترس. لا 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 مش بحبهم دول بتاخر ما عندهمش فاسلز. الست اللي ما خلفتش ما عندهاش فاسكولاريتي والبروستيت. عشان كده بقى اخر حاجه في جسمك هيتعفن البروستيت. اخر حاجه في جسمك لو ما خلفتيش النون جريفيد يوترس. ايه الميديكال ليجال امبورتنس للكلام ده؟ فرق بين ال سكس ايدنتيفيكيشن. قال لك ده حلو قوي. اخر حاجه بروستيت يعني الجسم كله متعفن في اخته ليه؟ تراجل. عرفتي منين؟ بس انت عرفت. دي سيت نون بريفيديوترز. يبقى هي بتختار المنطقه اللي فيها دم. كمان بتحب مكتوب عندك السنه دي حته جديده. قلت لكم دراوني بيرسون لما بيموتوا الهايبوستيزيس بيجي فين؟ اول ما تيجي تعفن الدراونينج بيرسون تبتدي في المنطقه اللي فيها بس الدم. الحته دي الحته دي تبتدي الاول عشان يقول لك ليه اشمعنى الحته دي. عشان فاسكولاريتي دم. ما احنا لو احنا فاهمين الجدول ده هنجاوب على اي سؤال. تحب الميه او تحب الميه؟ تحب الدم تحب الدم؟ تحب الهواء تحب الهواء؟ بتحب اهلها واصحابها؟ قالت لي انا ما اقدرش اعيش جنة من غير ناس ما تنداس. طبعا انا ما اقدرش اعيش لو عايشوني في ايه؟ ما اقدرش اعيش من غير اصحابي واهلي لازم. هي كده برضه قالت لي بصي بقى انا بحب قوي اعيش وسط اهلي. يا سلام لو الميت ده ميت بست سيميا وبكتيرينيا كلنا هنا العيله متجمعين. انا ما احبش الميت اللي موت عيلتي. مين الميت اللي موت عيلتك؟ الميتاليك بويزنينج زي الارسنك وكده. ليه؟ قالت لي ما الارسنك زي ما موتك موتني انا كمان وموت عيلتي بقيت لوحدي. يبقى هنا قصدي بيها ايه؟ الكوز اوف داث. لغايه دي قصدي بيها الكوز اوف داث. الكوز اوف داث لو سبتيسينيا وبكتيرينيا تعفن يسرع. لو الكوز اوف داث ميتاليك بويزنينج زي ما موتتني موتت البكتيريا وعيلتها هي قاعده لوحدها. عشان كده في سؤال بقى ليكم لو جيت قلت لكم هي الميثودز بتسرع التعفن ولا بتاخر التعفن؟ بتاخر التعفن. ليه؟ علشان دي هايدريشن وبكتيريا سايدر.
الميتلز بتعمل ديهايدريشن وبكتيري سايدر بتموت البكتيريا زي ما بتموتنا بالظبط. اهلي واصحابي موجودين فين؟ مش موجودين يا خساره في السن الصغير. حطيني الانفانت هنا يعني السن بيلعب دور في البيوتريفاكشن. قال لي انا ما بعفنش الواد ابو سنتين ده باخره ليه؟ اصل امه بتعقم له كل حاجه عنده ستيرايد جاب كل حاجه متعقمه. يبقى احنا مش موجودين في السن الصغير يبقى باخر السن الصغير. وبتاخر السن الصغير عارفين ليه كمان؟ عشان فاكرين المره اللي فاتت قلت لكم عنده سيرفس اريا عالي بالنسبه لايه؟ للماس. فعنده كولينج رهيب بيبقى ساقع. فهو الطفل الصغير ما يتعفنش بسهوله لان اهلها مش موجودين. الطفل ده زي الفل ستيرايل جا وكمان عنده كولينج رابت. واحنا اتفقنا التمبريتشر اكسلريت اني بروسيس خلاص. طب هي دي فاكتورز افكتنج الايه اللي مهمه عندي. اخر حاجه بقى طلعت من البيوتريفاكشن بايه؟ ماجيك كوليجال امبورتنس. متعودين ماجيك كوليجال امبورتنس دايما ايه؟ واي اند وين اند وير. نفس الكلام بقى خدوه من ايه؟ اهو ماجيك كوليجال امبورتنس بيوتريفاكشن واي اند وير اند وير. زي النوان حتى فاكر وان الميت امتى مات؟ تعرفوا منين؟ 21 الميت مات ليه؟ من فاكتورز. ميت من زمير بدليل انه حصل ميت من الماتلز. طيب الميت مات فين؟ لو دراونينج الحاجات اللي احنا قلناها من الفاكتورز. يعني مفيش حاجه جديده ماتش كل كده الفاكتورز بتتاخد من الدرس. وكان من لكم الديفرنشال دايجنوزس اتفقنا في الديفرنشال بتتلخبط مع مين؟ فراس اوف دراونينج والكليسترز او الباسكت بتاعت ايه؟ الدورمنت انترز او البرد. اخر حاجه بقى طب ايه رايك بقى ان الديفرنشال مش جاي النهارده؟ هيجي الثلاث دروس اللي بيبتدي بثلاثات ثلاثه ثلاثه ثلاثه. اعملي بقى جدول بين الادبوسير. خلاص انا بشوف طب يا اولاد اهو ايه؟ اعمل جدول بين الادبوسير والموميفيكيشن. الأديبوسير بسميه التصبغ هتتحول تبقى صابونه، او التشمع هتتحول وتبقى شمعه، او هتتحول تبقى سمنه. اعمل جدول اما تيجي تذاكر الأديبوسير ذاكره بجدول مع الموميفيكيشن. ده بص اقل من ثلث ساعه كل ما تخلص الشبكه. اقل من ثلث ساعه. وهديكم بس حته كده صغننه سسبندد انيميشن حته صغننه قد كده ذاكروها ازاي؟ وحته صغننه كده بي بي اس بس. بص نيجي اديبوسير من اس اديبو. يعني ايه اديبو؟ اديبوس فيش فات فات. يعني ايه سير؟ سير يعني واس. يعني الفات بتاعك هيبقى عامل زي الشمع. عشان كده قلنا التشمع. موميفيكيشن التحنط موميا هتبقي زي مومية الفراعنة كده اللي تاعت. طيب اول حاجة definition it is a process which replaces putrefaction. امال دي it is a process which replaces putrefaction. هتقول putrefaction والله ما انت جاية. او بمعنى اخر البيوتريفاكشن هتقول انا مش جايه. البكتيريا هي اللي هتقول انا مش جايه لان ما لقيتش الفاكتورز الكويسه اللي اشتغل فيها. فمش مش هعفن البوست دي. بدلها هيحصل ده. يعني ايه؟ ديبند اون. بتحصل ليه؟ بتحصل عشان هنا دخل ميه بلس ووتر هنا خرج ميه من الجثه. العكس. اصل هنا دراونينج بمعنى غرقان وفضل قاعد تحت الميه وما حصلوش فلوتيشن. ليه يا دكتور ما حصلوش فلوتيشن؟ كانوا رابطينه وموجود تحت عشان ما يقبش. فما بيربطوا واحد مش هيقب. يبقى مفيش هواء يبقى البكتيريا مش هتشتغل. يبقى يتحول لايه؟ اديبوسير. هنا ديزرت ماشي من عند ربنا. دي ودي دراونينج وديزرت. هنا مات في صحراء فخرجت منه الميه ايفابوريشن. فهمتوا؟ ديبند ابون. واحد دخل فيها ميه التاني خرج منه الميه. طيب ديسكرايب اوصفي فهمين. قبل ما اوصف عايزه اقرب لك حته الاديبوسير. الاديبوسير اما الفات يدخل في جسمك ميه بيحصل لك حاجه اسمها هيدروليسيس.
يحولك لفاتي اسيد او يحولك لحاجه اسمها unsaturated fatty acid. دي حته زياده للفات يعني. الانساتوريتد فاتي اسيد هيحصل له هدرجه، يتحط فيه هيدروجين من الميه يتحول لساتوريتد فاتي اسيد. بمعنى عشان ما لخبطكش، الانساتوريتد فاتي اسيد اللي هو ايه؟ زيت النخيل، بالميتك اسيد وليك زيت النخيل، الزيت يهدرجوه تتحول لسمنه روابي. هي بالظبط كده، زيت هدرجوه اتحول لسمنه. هو ده الادبوسيل ببساطه. واوعى تاكل السمنه دي، السمنه المهدرجه اياك تدخل بيتك. زبده الفلاح زي الفل، القشطه والحاجات دي يا ولاد زي الفل. ده لقوا ابحاث جديده، زيت الزيتون، القشطه، الزبده، الحاجات دي بتعمل، مش احنا طول عمرنا متعلمين برين سيل كانوت ريجينريت؟ لقوها ريجينريت عند بتوع الالزهايمر وبتاع، ريجينريت بالزبده والحاجات بتاعتنا البلدي. فعمليه الروابي ومش عارفه ايه وريحه السمنه وريحه السمنه الفلاحي، بلا ريحه بلا نيله، انا مالي ومال ريحه، انا المهم صحتي. اوعى تاخد المهدرج كاس، بس مش معنى كده اروح اقول لك زبده وقشطه تجيب لي طشت زبده، لا برضه لا مش هايبر كوليسترولينيا، لا يعني انا قصدي واي نوت البيضه ما تقليه بحته قد كده هيجرى ايه يعني؟ مش خلاص يعني هي دي اللي هنقف فيها. الحاجات دي على فكره كويسه جدا وصحيه جدا، وبدليل الناس الكبيره تعالى عندهم حاجه و90 سنه وفاكرين. انت كل النهار ناسي والله. اقعد مع حد قارن كده، هتلاقي عندهم الميموري عالية جدا. احنا الميموري كل ما نجيب يعني، انا وانا صغير كنت انا بنسى كتير بنسى. دلوقتي انتوا بتقولوا 24 ساعه يعني، الواحد كان متخيل ان في فتره بس معينه النسيان، لا لا لا. فكل ما بيدخلك انفايرمنتال بولوشن وتلوث بيأثر على الميموري والبرين سيلز خلاص. فمن الحاجات اللي بتأثر على البرين سيلز بتأثر على الحاجات دي السمنه المهدرجه دي، الزيت المهدرج ده كارثه، والتوكسيستي عاليه جدا منه. طيب يبقى ده الاديبوسير، حتى اقرفوا منه اهو، جثه اهي فيها زي سمنه. الاديبوسير هيتحول جسمك بالظبط لسمنه، بس هما قالوها بالشياكه او ما عندهمش ازاي، قالوا لك هيتحول جسمك لشمعه او لصابونه. يعني احيانا الاديبوسير ده نسميه سابونيفيكيشن، خلي بالك كانه صابون. تمام؟ طيب يبقى دي اسمها ايه؟ ديباند ابون ديس برايس. ما توصفي لي ده وتوصفي لي ده، تعالى نوصف ده ونوصف ده. الجثه اللي حصل لها تشمع دخل فيها ميه، فبتبقى وايت عامله زي الشمعه او الصابونه او السمنه، وبتبقى ايديمتس، بتبقى منفوخه بالميه. خلي بالك بيبقى يقول لك واكسي، عامل زي واكسي جريسي مدهن زي السمنه كده، زي الشمعه سوفت. سمنه انت بتوصف سمنه بيضة، سمنه سوفت، سمنه مدهنينه جريسي، هي كده. والجثه دخل فيها ميه، اما يدخل فيها ميه وقاعد تحت الميه مده طويله يقول لك ريحته رانسيد اودر، ريحته بنقولها بالعربي معطنه. اقول لك انت مش هتعرف يعني ايه معطنه. عارف لما تروح البلاج او تروح الصين او تستحمى، استحمى مدشف بالفوطه، وتعالى جيب الفوطه وحطها في الدولاب واقفل عليها وما تنشرهاش. تاني يوم افتح الدولاب، هي دي ريحه الجثه. ريحه الجثه المعطنه، حاجه محطوطه في ميه مده طويله وما اتنشرتش. خلاص؟ جثه كده قاعده في الميه مده طويله وما اتنشرتش. فهي بتبقى رانسد بودر. هو ده منظر ايه؟ الادبوسير. منظر الموميفيكيشن بقى كده بتوصف موميا. يعني ده انت بتقول ايديمتس، لا ده بقى شرينكج، ده لوس اوف ويت، ده بقى رفيع جدا. وايت ده بيبقى بلاكش، موميا الفراعنه يا ولاد. مكتوب عندك مش عارفه ديسيكيتد، عارفين يعني ايه ديسيكيتد؟ ديهايدريتد يعني. ديسيكيتد الجثه كومبليتلي ديهايدريتد، كومبليتلي رينكل، مالها مكشكشه كده ليه؟ رينكلد او شريفلد، كل الكلمات دي مرادفه انها عامله زي ايه؟ زي الشنط، يقول لك لاذري، عامل زي الجلد اللي هو بتاع الحيوانات، لاذري، رينكلد، شريفلد، كل الكلمات هي ممكن تجي لك تترمي، ولكن لو انت قلت حاجه واحده انها ديهايدريت، بلاكش اند رينكلد، صح؟ اما بتبقى عارف كلمه شريفلد تتحذف لك في ام سي كيو، كلمه ديسيكيتد، ولوسوف ويت طبعا لان هي خرج منه الميه، ايفابوريشن، ميت في صحراء ومحدش اكتشفه. طيب وصلنا بقى لايه؟ للديت.
اولا بص عشان تبقى فاهم، الاديبوسير بيبتدي يحصل في ايه؟ انا قلت لك اديب في الفاتي تيشو يبتدي يحصل في ايه؟ مثلا عند الستات اول منطقتين البريست اند باكس مجانين وفات، عند الاطفال الصغيرين بيبقى خلاطيط من هنا كده خدودهم، تبتدي في الخدود يعني الحتت اللي مليانه فات تبتدي فيها، وبعدين تاخد كل الجسم. الماميفيكيشن تبتدي في الاطراف، المناخير، الصوابع، الودان، الحاجات الصغننه اللي يحصل منها ايفابوريشن اوف ووتر على طول. بعد كده وصلنا لفين؟ اتفقنا ديت انا قلت لكم ايه؟ الثلاثه بيبتدوا برقم ثلاثه، صح كده؟ طب يبقى ده بعد ثلاث اسابيع داخل الميه يبتدي ده بتاع بعد ثلاث اسابيع في الصحراء. بس خلي بالك انا بقول يبتدي يبتدي عشان ياخد كل جسمك. هنا انت ايه؟ هتدخل. امال هنا ايه؟ انت هتخس. انت عشان تتخني وغلاوتك في ست شهور، عشان ترفعي عايزه 12 شهر. يبقى الرفع محتاج مده اطول، الريفريشن محتاج مده اطول. يبقى 3 6 3 12 يبقى بيبتدي بعد 3 اسابيع بس بياخد 6 مانسز. بيبتدي بعد 3 اسابيع بس بياخد ايه؟ 12 مانس. الثاني هيبتدي برضه بعد 3 بس 3 ايام بقى. الثاني بعد 3 ايام ليه؟ داخل بطن ماما، تحلل الجنين داخل بطن ماما، يبقى بعد 3 ايام من وفاته غلط. يبقى 3 3 3 خلاص؟ يعني ما اعرفش اشوفه حضرتك الا بعد 3 اسابيع؟ اه عشان يبتدي. ما قاعد في الميه مده طويله ما يبتديش على طول. خلاص؟ ما بص بقى الاديبوسير لو انا طلعته هو قاعد تحت الميه، لو انا طلعته ما يتعفنش خلاص. لان البكتيريا ما بتشتغلش في الوضع ده، ما بتشتغلش. يقول لك البي اتش مش حلو ليها. البي اتش ما بتشتغلش بتاع البي اتش ده لما ما بتعرفش تشتغل فالبيوتروفيكشن ما يحصلش. تمام؟ ولا الماميفيكيشن يفضل زي ما هو مفيش تعفن. بس عايزه اقول لك ان في جثث عندها بيوت ريفاكشن واديبوسير في نفس الوقت. لو انت قريتها كده تفتكر ممكن؟ لو بدينا مثلا بعد ثلاث اسابيع وبعدين طلعناه يبقى جزء كده وجزء كده. لا بيبقى طالع. اللي بيحصل ايه؟ قاعد مده طويله في الميه. في جزء متعرض دايما وفي جزء دايما تحت الميه. فيقول لك تلاقي بطنه فيها اديبوسير وضغطه فيها بيوت ريفاكشن. الجزء اللي بيتعرض للهواء بيوتريفاي، الجزء اللي على طول ما بيشوفش الهواء ادي بيصير، فدي حاجه ما تخوفش يعني. تمام؟ طب وصلنا لايه بقى؟ ديفرنشال دايجنوزس لا ما حدش بيختلف عليهم. بتعرفهم هتشوفهم في المتحف في عندنا ادي بيصير ما اعرفش بيعرفوا فين يعني هل موجودين مش عارفه انا عامل السنه دي ايه. اخر حاجه فيهم ايه؟ الميديكال ليجال امبورتنس. انت ليه بتعرفيني بالترسين دول؟ هل مهمين؟ اه مهمين في احنا متفقين؟ واي وين اند وير؟ ما عنديش غير الاجابه دي. واي للاثنين وين اند وير. زود لي هنا بقى كلمه هو. مين اللي مات؟ ايدنتيفيكيشن. اول مره تسمع في البوست مورتم تشينجز هو. قال لك بصي الجثه هتفضل كده الى ما لا نهايه. بصي الجثه هتفضل كده الى ما لا نهايه، يعني مش هتتعفن، مش احسن من اللي هيفرقع ومش هنشوف له صاحب بتاع البيت ريفاكشن هيفرق. لكن ده نخ هيفضل موجود كامل. هو طبعا الفيتشرز اختلفت ولكن موجود انها ست، موجود انها راجل، موجود. فالايدنتيفيكيشن حلو في الحاجتين. انا عايزه اقول لك لما نيجي نقول لك ويز تو بريزرف بودي، انت عشان عايز تحتفظ بالجثه تحتفظ بيها ازاي؟ حاجات ناتشرال من عند ربنا اهي ادي بيصيروا ماميفيكيشن. طب انت ارتفيشال تحتفظ الجثه ازاي؟ فورمالين فريزنج ادخل الثلاجه او بنسميها امبالمنج اللي هي ايه؟ سعاد حسني جايه من انجلترا وهتركب الطياره ما ينفعش، لازم تتحمض، حاجه اسمها امبالمنج، تتحقن بمواد تاخر التعفن وعشان تحفظ كل حاجه بحيث ان الطب الشرعي المصري يجي ويشرحها، فحاجه اسمها امبالمنج. تمام؟ فدي يقول لك ways to preserve body. فممكن يجيب لك في السكه يقول لك natural ways to preserve body، يعني عند ربنا اهي دي to preserve body. طيب يبقى اتفقنا هو identification. هل where حد شاطر كده يقول لي هل عرفت الجثه دي ميته فين والجثه دي ميته فين؟ ميته في بحر او ميه؟ دي ميته في صحراء. يبقى انا عرفت المكان السايت التايم اوف ديث. ممكن يكون حد رماها هنا او انا ما قلتلكيش مات من ايه؟ مات فين؟
مكانه جاي منين؟ تمام؟ طيب كلمة when، هل قدرتوا تعرفوا المية مات امتى؟ من extension 3/6/3/12 ده يا دوبك زفرة في خدود العيل، يبقى يا دوبك 3 اسابيع. وفعلا في بلاغ من 3 اسابيع في منطقة سيدي بشر قالوا انه في طفل تايه. طب ما يكونش مهما يحصل كوريليشن بكده، لقيتي جثة بعد 3 اسابيع وفي بلاغ من 3 اسابيع ان في طفل مش لاقيينه، فيبتدي الضباط يعملوا كوريليشن، جابوا لنا الجثة دي لحسن تكون بتاعت الحادثة دي. فاهمين ولا؟ طيب يبقى 3/6/3/12 واي، هل بتقول لك الكوز اوف ديث؟ الله ينور عليك. بريزيرف ذا وون، يعني ده لو اخد هنا ستاب وون هتلاقيه موجود، لو اخد فاير ارم هتلاقيه موجود، هنا نفس الكلام. طب ده لو كان بيوتريفاكشن كانت البكتيريا قالت الله ينور ده عنده خرم هنا دب وتقوم طالعه منه، ده عنده ستاب وون ده هنا يعني فتحه دب وتقوم مفشكله الفتحه وما تشوفش الفتحه، يبقى دول ها بريزيرف ذا وون، بريزيرف ذا كوز اوف ديث. في الشابتر الماسيريشن اللي هو ايه؟ تحلل الجنين ده في بطن ماما، يعني ماسيريت فيتس او بيسموه التسلخ. اول حاجه ديفينيشن، بص بقى الكلمه اهم كلمه، ات از ستيرايل، ستيرايل اوتوليسيس اوف انترا يوتراين فيتال ديث، باختصار كده يعني زي التعفن بالظبط بس ستيرايل. يعني ايه؟ انت اتعفنت بايه؟ فكرني كده، اتعفنت يا دكتوره بالانزيمز، هيتعفن بالانزيم، اتعفنت بالبكتيريا، اتعفنت بالرودنس، لا داخل بطن ماما مفيش لا بكتيريا ولا في فرن ولا اي حاجه، يبقى اتعفن بالانزيمز قلنا، عشان كده بنقول ستيرايل اوتوليسيس. يعني لو ما تلاقيش كلمه ستيرايل تنقصي او ستيرايل ستيرايل اوتوليسيس انترايوتراين فيتال ديث، خلاص يبقى دي الديفينيشن. دي باند امام، فهمت بقى تيشو اوتوليسيس باي انزيمز، هي بتحصل ليه؟ ما جبت السيت البكتيريا خالص، لان ماما ستيرايل انترايوتراين، هو داخل الكيس، فالكيس ستيرايل ما فيش اي بكتيريا وزي معقم قاعد في اوضه معقمه. ديسكرايب، اوصفي الطفل الماسوريتد، دي الماسوريتد، الطفل الماسوريتد ده اهم اس النهارده بعد ستيرايل سبولدينج ساين، ما كتبتهاش يبقى انت ما كتبتش حاجه، تيجي صح وغلط، تيجي ام سي كيو، تيجي كل حاجه، كلمه سبولدينج ساين احنا بنسالك البوست جراديويت كمان. سبولدينج ساين دي ما بتتشافش غير بالاكس راي تو ذا سكال، يحصل ايه؟ ان السكال بيحصل ابزوربشن للسي اس اف، بعد ما يتحلل يحصل ابزوربشن للسي اس اف، فيحصل ايه؟ اوفرلابنج اوف سكال بونز اوفر ايتش اذر، بيتزحلقوا على بعض فيبقى وشه زي الطبق، اوفرلابنج اوف سكال بونز اوفر ايتش اذر فسموها سبولدينج ساين. وكمان عنده هايبر موبيليتي في الجوينتس وفي السباين، يعني عامل زي حته اللحمه كده فلاتن كده ترميه يتني ما عندوش جوينتس، لانه عنده كله ابزوربد، الفلويدز كلها ابزوربد والسي اس اف ابزوربد، فعنده هايبر فلكشن سباين، هايبر فلكشن للني جوينت، هايبر فلكشن هايبر موبيليتي، هايبر موبيليتي عاليه للجوينتس. ولكن اهم حاجه باي باي اكس راي في بطن ماما تشوفيه عشان تقولي ده حصل له ماسيريشن، ايه سبولدينج ساين، اوفرلابنج، اوفر موبيليتي اوف سكال بونز اوفر ايتش اذر، حته لحمه كده ومرميه. انت بتقولي اسمه ايه بالعربي؟ المتسلخ؟ عشان السكين، عشان السكين ماله لاسيريتد فعلا، حتت منه متقطعه ها، بتبقى كده سكين بولي كده وفرقعت، تحس انه متقطع كده متسلخ، متسلخ اللي مكتوبه عندك بيلد براون سكين، بيلد براون سكين اللي هي لاسيريتد، اللي هي متشاله حته سكين متشاله، متشاله من مكانها لاسيريتد او ايه بيلد براون. فدي very 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 important الاسات دي، انك لازم تقولي انها ستيرايل اوتوليسيس، تمام؟ عنده سبولدينج ساين، عنده سكين، خلي بالك ده داخل بطن ماما يعني داخل ميه، عشان كده رانسد اودر الاسمال بتاعه بيبقى ريحته عامله زي مين؟ زي الغرقانين،
زي الهيدروسير، لانه خارج من ميه، خارج من ميه معطنه برضه. خلاص يا اولاد، هي دي اهم حاجه يعني في الماسوريه التيز. تعالى بقى للميديكال امبورتنس. هل الديت، الديت خلينا في الديت، احنا اتفقنا الديت بتاع الهيدروسير والحد في 3/6/12 ده برضه 3 بس بعد 3 ايام من موته، ده في بطن ماما. يوم السبوع بتاعه يكمل الصوره 7 ايام، السبوع بتاعه 3/7 يبقى عندك 3/6/3/12 3 للسبوع بتاعه، السبوع بتاعه داخل بطن ماما. يعني يبتدي بعد 3 ايام يحصل له ماسوريشن. تشوف المصدر اللي بقول لك عليه ده بعد 7 ايام داخل بطن ماما ميت وهي مش حاسه. مش حاسه، ما بتبقاش حاسه، هنعمل ايه؟ ممكن يحصل لها مشاكل. اسال بقى بتوع الناس التنسيم يا بنتي، ما اعرفش بتوع الناس احيانا يقول لك روحي يا ماما انا هديكي ادويه وتنزله وخلاص. في امهات بيحصل لها مشاكل، في امهات طبعا بيحصل لها مشاكل، الطفل ميت فيها وبيتعفن جواها وهي مش حاسه توكسنز. خلاص طيب، اخر حاجه بقى الميديكال ليجال امبورتنس. احنا ليه بندرسك الواد اللي هو ملوش ملامح ده؟ يعني ملوش ملامح يعني مش بني ادم، هو يعني اوريدي ما نزلش بقى بني ادم. بص بقى ميديكال ليجال امبورتنس واي اند وين اند وير، انتوا قولوا لي وير. اول ما تشوف كده دخلت المشرحه ولقيت ماسوريتد فيتس بالمنظر اللي انا قلت لك عليه، بتقول ده ميت منين؟ جاي منين؟ جاي من بطن ماما، انتراجين فيتس، يبقى عرفت وين، عرفت ميت منين او فين، فين. طيب كلمه ون، كلمه ون الارقام على طول 3/7. الواد ده يا دوبك لسه معدي 3 ايام، دي بدايه مسيريش. لا ايه ده، ماله مسيريتك كده ليه؟ كل جسمه مسيريتك. لا ده بقى 7 ايام يا حاجه في بطنك وميت. طب واي اقف عندها بقى؟ نيجيت، نيجيت يعني ايه؟ نيجاتيف يعني في اللي مكتوبه عندك نوليفاي، اختار اللي تعجبك واكتب. ات نيجي تنفي، ات نوليفايز. نوليفايز ايه؟ انفانتيسايد. يعني ايه انفانتيسايد؟ اكل اكل الانفانت. هتبقى عندنا شابتر اسمه كيلينج اوف انفانت، يقتلوا الاطفال بعد ما يتولدوا اول سنتين من عمره. انا معروف كده في الاحياء الشعبيه اللي هو فيه نقص تعليم ونقص دين، مش كلها طبعا، بحبش التعليم. الست قاعده ما بتشتغلش ومتغاظه من جارتها، مضايقاها وطبعا مضايقاها، فتعمل ايه؟ هي سقطت، عرفت ان عندها انتراترين فيتال داس وعندها ماسوريتد فيتس، فتعمل ايه؟ تقوم رايحه الحقوني، الاول رابطه حوالين رقبته حبل، الحقوني جارتي قتلت ابني وده وعملت الحبل خناقه. فالظابط ايه ده، طفله في تسقط؟ لا ده قدامه جسم جريمه وحق. الطبيب الشرعي اول ما يشوفه يقول هو ما نزلش صاحي عشان يتقتل، هو ما نزلش صاحي عشان تحطي عليه حبل. الست دي كدابه، ما فيش انفانتي ساين، هو اوريدي انتراترين فيتال داس وكمان حصل له تعفن جوه. فما يجي يقول ان ده بلاغ كاذب، تروح 60 داهية. فما تيجي تقول للست ازاي يا ماما ده ميت، لو قلت لها قبل ما يحصل قوانين وتشتغل يا ماما ده مات في بطن، مات في بطني، تقوم بقى الشيطان، ما هي ضربتني شلوه في بطني، بلاش الحبل، مش هتجيلك بحبل. هتقول لك لا ده اندكشن ابورشن، دي عملت لي ابورشن. اول كلمه بتقولها ايه؟ ضربتك بالشلوت من تحت النهارده الصبح، بس الطفل ده ميت بقاله 7 ايام بدليل حصل له سبوردنج ساين، بدليل حصل له انترترانزيتال داس اند ماسوريشن. طب امبارح برضه بقاله 7 ايام، كنت فين من 7 ايام؟ تقوم قايله لك ايه بقى النصحه فيها؟ كنت في المستشفى، بس هاتي لي ورقه المستشفى، هي اللي هتقولها. طبعا كدابه، كل كلام كذب في كذب. ايه كنت مش عارفه تعبانه وقاعده في بيتها، هاتي لي مين اللي كشف عليكي واداكي الدكتور؟ بصوا بقى عندنا حاجه حلول في القانون، التاكيد في البلاغ ضد المبالغ. انت جايه بتبلغي يعني مثلا ما عدا بعض قضايا السكشوال اوفنسز الاغتصاب، يعني انت جايه بتبلغي بعد اسبوع ولا بعد 10 ايام ان ابنك مات؟ مفيش حد بيعمل كده. كنت تعبانه اثبتي لي، انا كنت في مستشفى كذا واثبتي لي. اللي بتاخدها يعني تسمح لها الاغتصاب، احيانا الظباط يقول لك
دي ست دي بتدعي ده بقيت انا حافظه كل خميس بتجيلي وتقعد تقول لك مين اغتصبني مين اغتصبني عشان طبعا ايه بيبقى عارفين عندهم بيختلفوا يعني احيانا بيختلفوا على حاجات يعني اتفقت مع واحد على لقت اتنين تلاتة ما دفعلاش الفيه ايوه تاني ال فاحيانا يقول لك لا 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 ده كلام سر لا انا عايزه اقول لك ان البنت ما بتغتصب بس انت بتبقى بنيله يعني اولا عشان تقول لامها تقول ما اقولش دي فيها شهر عشان امها تقول لابوها دي فيها شهر تاني بص بقى عشان ابوها يلم اخواته من الصعيد ينزلوا ويتشاوروا ادي فيها شهر تاني عشان يروحوا يستروا على البنت ويكلموا الواد يجوزها ادي فيها شهر يعني تبص تلاقي انت كنت فين كل ده بيتداول يقول ولا بيقولوش يبلغوا ولا بيبلغوش بس هيهاد بقى تعالي بصي على البنت كل حاجه راحت انا مش شايفه اي اثار سكشوال انتوا ضيعتوا حق البنت عشان كده دايما لما بيقول اما حد يحصل له كده لا تعالى زي ايه ما تشطفي انت هتفهم طبعا في السكشوال اوفنسز ولا تحطي ده في ام بتبقى ايه بتحط بيتادين هنا وبيتادين هنا وكده انت لخبطتي الدنيا سيبي كل حاجه زي ما هي عشان يتمسك الشخص عشان نسبه الجريمه لكن انت جايانه بعد 3 شهور بعد 4 شهور فاحيانا الاهل بتبلغ بعد 3 شهور 4 شهور يعني بيني وبينك يعني بيحصل طبعا بروباجندا وسوشيال بتاع بس البنت حقها مش هكدب عليك القاضي بيحكم بالورق هو عارف ان ده ابن 60 لذينه بس الورق بيقول ان ما لاقوش حاجه الطب الشرعي مش لاقي حاجه والبنت صادقه كل حاجه وزي الفل فعشان كده اهلها بيضيعوا حقها ان هم ايه يستروا عليها عندنا مقوله مش احنا اللي ندخل اقسام عامل الاقسام ما فيهاش حاجه ان انا ادخل اسم وابلغ ابلغ المجلس القومي للمراه والتفوق يعني في 5000 حاجه في مصر عندنا ان احنا نبلغ فيها بس ما نسيبش الاطفال ونسيب الراجل يقطع فساد انا بقول لكم عندي قضيه الولد سايبينه اغتصب تقريبا العماره كلها ومش عارفه اغتصب منه عنده قضيه مين وعنده قضيه مين اخر ما بلغوا امتى اما اغتصب اخوه خد بيتك يقول يا ماما عندنا قضايا كتير بس هو جابوه امتى عشان عايزين يحطوه بقى في المستشفى مراتي ما ينفعش يعيش معانا بقى في البيت يعني في الاول كان ينفع يعيش معانا كانوا ساكتين لغايه ما ضرب الضربه فاتوه صغير فطبعا يعني حاجه المهم اخر حاجه بقى البوست مورتم انا كده خلاص خلصت الماسوريشن البوست مورتم انتبه الميت امتى ميت اللي هي المحاضره كلها اللي هي مره ثانيه الكولينج درجه كل ساعه لغايه ما اوصل ل 18 ساعه طب لو قلت لك البرايمري فليسيتي فير اورز طب لو قلت لك فيتريفاكشن 21 لو قلت لك ريجر مورتس 12 24 لو قلت لك هايبوستيزس 138 لو قلت لك تشنوار لو قلت لك فراجمنتيشن 15 مينتس لو قلت لك بيبقى زيرو بعد 2 اورز لو قلت لك اديبوسير 3 والماميفيكيشن 3 والماسريشن 3 روح اكثر 6 شهور روح خس 12 شهر هم للعيل يوم السبع 3 ل7 ايام كل دي بنسميها ايه الجدول ده اللي هيجي لك منه الكيس ادي اول واحده تشيتوجا بتاعه الايدنتيفيكيشن دي تاني واحده اخر حاجه هقولها لك بسرعه عشان تحفظها كده سريعا اتفقنا طبعا انا قلت لكم اهميه طبعا احنا يعني عشان تقول فورس مورتم انترفال احنا ممكن نعرفها من الباثولوجي الفورنسيك باثولوجيست ممكن نعرفها من الفورنسيك بايوكيمستري يقول لك مثلا البوتاسيوم لقيته عيني عندهم تشارت كده اول ما يعلى يبقى 10 يبقى ميت بقاله ساعتين البوتاسيوم بيعلى بعد الوفاه عشان الار بي سيز بيرابتش فالبوتاسيوم يعلى فعندهم هما بقى حافظين يجي يقول لك ايه انا لقيت البوتاسيوم 15 يبقى كده فات 6 ساعات انا لقيت البوتاسيوم احنا مش حافظينه ده شغل فورنسيك بايو كيمستري بتوع الباثولوجي يبصوا تحت الميكروسكوب يقول لي انا شفت البيتنوتيك سيلز وشفت مش عارفه النيوكليس يبقى دي فات عليها قد ايه يبقى ها في الفورنسيك باثولوجي الفورنسيك بايوكيمستري الفورنسيك انتومولوجي انتومولوجي اللي هي اللارفيا الدوده اللي بيلمها ويقول لك مات امتى ومات يعني كل الحاجات دي بوست مورتم انترفال زي ما قلت لكم او قلت لحد قبل كده لو نتيجه محطوطه في البيت في حاجات ايفيدنس كده
نتيجه محطوطه في البيت. طبعا يعني هي دي مش بناخدها ان ممكن انا ما بشدش الورق كل يوم، بس يقول لك بص اخر مره يعني في قضايا مثلا بيتعرف منها الاسيلنت حللوا، دي كانت قضيه بره حتى مسميينها ايه فلاي از ويتنس، ان الذبابه هي الشاهد على الجريمه او الموسكيتو هي الشاهد على الجريمه. كان معاه في العربيه وقتل والدنيا برد جدا وسابه وراح ماشي. المهم جم بتوع الادله الجنائيه هناك بيلموا ايه، لقوا اسمها ايه ناموسه في سقف العربيه، راحوا اخدينها ادوها لبتوع الانتمولوجي. ده كمان في علم العناكب بياخدوا العناكب، يعني بص قد ايه. اخد الموسكيتو دي لقوا قاعده بتمص طول الليل من الجثه ومصه دم تاني، فلقوا انه في دي ان ايه 2 دي ان ايه، دي ان ايه بتاع الميت ودي ان ايه بتاع الاسئله، فجابوها منها. اخر حاجه بقى انا عايزه اقولها لكم كده، انا عارفه اسمها ايه، السسبندد انيميشن. هي مش عندي ايه، بس انا بحب اقولها عشان بس ايه دي حياتنا احنا، حياتنا انا بحب اقولها. السسبندد انيميشن قلت لكم قبل كده اللي هو الاحياء المعلق، اللي هو لا صاحي ولا ميت، يا ترى ده عامل ازاي، يا ترى في ايه، هو ده خلاص نعلن وفاته، لا. فالسسبندد انيميشن عايزاك تركز في الاي والبي والسي والدي والاي، دول تقولهم للناس. الايه لو هو متخدر الانستيزيا مش قضيه، دي ما حدش بيخاف منها، انا بقولها بس عشان الكتاب. البي لو اخد باربيتشوريت كتير او اي حاجه منومات، بنزودايزابين باربيتشوريت، انتحر بالباربيتشوريت، ما تقوليش يا بقاء لله، اصبري خلاص. السي لو ميت في منطقه كولد هايبوثيرميك او جاله هاد انجري اللي هو اتجاه في المخ الكونكشن، الكونكشن ما تشخصيش الوفاه، يعني لو واحد اتخبط في دماغه ووقع ما يجيش واحد فزلوك الفقه لا اوعي الحركه دي، اوعي ده اتخبط في دماغه اوعي كونكشن. لا الدي لو الغرقان وقلتها لكم قبل كده دراونج. الاي الالكتروكيوشن المسحوق بالكهرباء، دول ما تشخصيش الوفاه فيهم غير بعد ما تعمل لهم ريساسيفيكشن كويس وتتقليهم على الاجهزه. ليه؟ لان الفيتال ساينز فيهم cannot be felt by ordinary methods. لا هتعرفي تحسي البالس ولا هتسمع حتى بالسماعة، ممكن ما تسمعش بالسماعة، يبقى by ordinary methods بتاعتنا ما بيتحسش any vital signs، any vital signs، وحتى blood pressure مش هتعرفي تقيسيه. يبقى اوعي تعلني وفاة الأشخاص دي الوجه اللي قولوها للناس. لو أنت في يوم من الأيام اشتغلت إيه هتفتكرها لآخر يوم، ما تشخصش وفاة الناس دي. يقول لك دي بتفهم يا دكتورة شيماء، ما بفهمش، بس ما تدخلش واحد حي التربة. روح اخلي حد هو بدالك. خلاص؟ يبقى لازم ريسوسيتيشن، لازم يتنقل المستشفى وهم اللي يكرروا بعد ما يحطوه ويعملوا له كل حاجه وفي الاخر يقولوا البقاء لله. دي سسبندد انيميشن، دي اللي بحب اقولها اخر حاجه البي بي اس البرسيستنت فيجيتيف ستيت. الناس دي لو شفتها في يوم من الايام، طبعا انا مش هتكلم عن برين ستاندس خلاص انتوا عرفتوه. يعني في المحاضره اللي فاتت البي بي اس اسمها برزيستنت عشان تقعد سنين فيجيتيف ستيت. خلي بالك يا اولاد السسبندد انيميشن مكتوبه عندك انها بتقفل، ممكن حد يعملها فولانتري بتوع اليوجا. السسبندد انيميشن انك حد يقدر يعني يتحكم في الهارت ما وصلناش ليها، هتوصل ليه؟ طب انا بكره عملت ايه؟ قال لي انا رحت العب يوجا بحوريك عامل سسبندد انيميشن. يا حبيبي اللي بيعمل سسبندد انيميشن اللي لعب يوجا لمده 10 سنين يا قلبي، كل يوم بيلعب 4 ساعات 5 ساعات، لكن ما تجيش بعد سنه تقول لي ما بعرفش اعمل سسبندد انيميشن. اليوجا بتوع الهند اللي هم شغالين وهم صغيرين شغالين يوجا،
دول شغالين يوجا فتره طويله وقاعدين تريننج زي بتوع الاثليتس عشان انت توصل لمسابقات عايزه 8 ساعات في اليوم و6 ساعات في اليوم حاجات كده. فهما اليوجا عشان يعملوا قادرين على السسبندد انيميشن زي بالظبط انتوا عارفين في الحيوانات مين اللي بيعمل سسبندد انيميشن؟ الفوكس الثعلب. الثعلب ذكي جدا من الحيوانات الجميله وعلى فكره ما يخوفش يعني ما بيهاجمش البني ادم زي الديب. والفوكس جميل جدا يعني حتى لو تروح بعض النوادي كده تلاقيه ماشي زي القطه ده جبان. الفوكس قمه في الذكاء ان هو ما يشوف اسد داخل عليه هياكله يوم عامل نفسه ميت هي دي ويقلل الهارت بيت ويقلل الريسبيراتوري ماسل وكمان يطلع ريحه وحشه عنده مقدار ليه الاسد هو جاي ايه الحاجه المعفنه دي ويقوم ماشي فما ياكلوش. فدي من الحاجات اللي هي عالم الحيوان اللي حتى بيجي يقول لك يستحمى هو في براغيث ياخد اي حاجه في الغائط زي قطن او كده او زي قش يقوم اخدها وحطتها في بقه ويدخل على اي حاجه ميه يبتدي حته حته ينزل بحيث ان البراغيت تجري تفضل تجري بجسمه. يعني هو بينزل بالتدريج هو بينزل بديله الاول فكل البراغيت اللي بديله تطلع لفوق يقوم نازل بوسطه فكل البراغيت اللي بوسطه تطلع لفوق يفضل بالمنظر دي لغايه ما البراغيت تتكون في الحاجه اللي ماسكها ويوم غطسها وخلص هو نظف نفسه. فما شاء الله يعني لا يعجبني عنه جدا. فعندنا سسبندد انيميشن هي دي بتاعت الحيوان. البرزيستنت فيجيتيتيف ستيت ما هياش كوما ما هوش متكون لا ده معايا في البيت قاعد في البيت. انتوا عرفتوا كلمه فيجيتيتيف يعني خضار انا فيجيتيريان مش كده؟ فيجيتيرز يعني عامل زي الخضار في البيت يكبر ويرعرع بس ما بيتكلمش زي النبات. خلي بالك باختصار البرزيستنت فيجيتيتيف ستيت برين ستام ماينس كورتكس بمعنى اتس كورتيكال ديس. البرين ستام موجود وشغال والكورتكس هو اللي مش شغال. الحاجه الثانيه He is a wakefulness minus awareness. يعني صاحي بس مش واعي. مش متكون، لا قاعد معايا وقاعد على السرير وفتح عينه. بس نمسك حتة حتة. كلمة برين ستام يعني اسبيريشن شغال، الهارت شغال، الدنيا شغالة من غير أجهزة، يعني في دي من المستشفى يا أمي. مش محتاجنا، فبيبقى قاعد معاكي في البيت. كلمة ماينس كورتكس لا عنده كورتيكال ديث. كلمة اويكفولنس يعني صاحي وبيرد عليك النيرفس مش بيرد عليك النيرفس فانكشن شغاله. اويكفولنس فاتح عينه وبينام وبيقوم وبيضحك وبيعيط وبياكل بني ادم زيه زيك. بس اوعي انت يا بابا بتعيط من ايه؟ لا هو بينزل كده بس بيضحك لك لا هو مش شايفك. بينام ويقوم هو قاعد معاكي بس نوت اوير باللي حواليه. اللي هو الناس اللي هي تعرفوهم بيبقوا متكومين ويقوموا ويفتحوا عينيهم بس ما يردوش عليكي وفاتحين عينيهم مش عارف هم عارفيني ولا مش عارفيني. لا مش شايفين بس هم كانهم صاحيين. فالاشخاص دول دايما المستشفى تقول لك خدوا البيت هيعيش معاك سنين persistent. هيبقى عامل زي الفيجيتابل في السرير زي الخضار ياكل ويشرب ويرعرع بس ما فيش كلام بيننا وبينه. He is not awareness completely plus يعني مش aware to the environment مش aware ما عندوش behavioral response ما فيش response خالص. ولكن كلمة awakefulness انه sleep and awake انه cry and smile انه eat يعني انه cry زي البني ادمين تماما. احنا بندرسهولك ليه وبحب اقولك عليه ليه البي في اس عشان كل يوم بيطلع لك معلومه جديده. البي في اس ده لو قاعد امنع حاجه اسمها الباسيف يوثانيزيا. هي دي الميديكال ليجال امبورتنس وعلم عليها بندرس لك البي دي عشان البي دي الباسيف يوثانيزيا قتل الشفقه. اوعى تقتله انا ممكن اقتل
زي بالظبط. هقول لك بالظبط الاكل عباره عن ايه. بس بره بيقوموا حاقنينه ومخلصينه، دي اسمها اكتف. انا عملت لك حيل مسموح قانونا هناك اللي عندهم كانسر، خلاص بيعملوا لهم حفل الوداع وتورته وبيسلموا عليهم والله حفله ويسجلوا الحفله وبعدين يحقنوهم وطابق يحقنوا ايه حسب كل ولاد. والقوانين مصرحه اسمها اكتف. اكتف يعني ايه؟ بديك حق. زي ما يجي حد انا زهقت من حياتي موتيني، في حد يدخل الجنه وانا اللي ادخل النار، يعني ايه موتك؟ ما ينفعش، انت بترحميني، انت مش عارفه ايه، انت لا طبعا حتى لو عين بايه؟ ربنا ارحم الراحمين. وكلمه الاي اللي بيقولها مستحملها يا اولاد، برضو ركزوا في حته البين. طبعا في بين كيلر وطبعا في بين رهيب ومش مستحمل، بس لا يكلف الله نفسا الا وسعها مهما نوصل للبين. ربنا ارحم من الام الرضيع، مش هتبقى انت ارحم منه. فاطمئن، اعمل العلم اللي بيقول عليه وادعي خلاص. طيب يبقى الباسيف يوز سينيز يا بقى اللي هي تمنع عنه ايه؟ تمنع عنه السبورت. السبورت اللي طالبه ايه؟ تقلبه من السرير، بيد سورز، خوفا من بيد سورز ونيومونيا. انك تديله بالانسد نيوتريشن، انك ترعاه، انك لازم تقعد جنبه تقليب للنهار ومش عارفه مرتبه ايه، وتجيب له الدكاتره وتجيب ليه بقى؟ لان بعض من الناس لما بيلاقوا ان ده خلاص ما عادش فيه لا هات ولا خد، وقاعد ياخد من قوت الولاد و كلام بتسمعه سخيف يعني. اعمل اللي عليك هيكلفك قد ايه؟ هيكلفك شويه حركات انك تقلبه، ترعاه، تشوف ادويته، تشوف شويه اكل اللي هو اوريدي اكل زي اكلنا يعني، ما بيبقاش اكل حاجه مكلفه ولا كده. ففي ناس بقى بتعمل ايه؟ انا مش هقتله، انا مش هديله حاجه، بس هسيبه لغايه ما يموت لوحده، مش هاكله. مش يجي له نيومونيا وقاعد بيكح وقاعد مش عارف ايه، مش هديله انتي بايوتيك، مش هديله دراس. ده اكل يا اولاد، ده اكل. زي بالظبط انا ليه حبيت اقولها قبل ما امشي؟ اما تكبر افتكرني وادعي لي لو كنت عايزه. هتسمع دي ان ار، دونت ريسسيتيت. هتسمع كتير من اساتذتك ويعلقوها احيانا على السرير دي ان ار. العيان ده حصل له كارديك اريست كذا مره، خلاص سيبه، ده فيتال، ده كانسر، ده مش عارف ايه، ما تعملوش ريسوسيتيشن تاني، وقف، محتاج انفستيجيشن مش لازم، محتاج دراج مش لازم نجيبه، وقف خليه يموت. انت بتكتب اقسم بالله قاتل بيحصل هنا، بيحصل في كل حته. فهم متخيلين ان ده الاكس او هو ده الدي ان ار دونت ريسوسيتيت، ان خلاص احنا عملنا كل العلم ووقفنا، ما فيش علم بعد كده، ما ينفعش لاخر ثانيه في حياتك. مالكش دعوه ببره، انا مش هدخل قبري ومعايا رئيس امريكا، مالكش دعوه بره. قالوا ايه؟ زي البرين ستام ده، انا بقولها لك لوجه الله، انا مش عايزه بس ادخل بقى في المحاضره، مش محاضرتي. مفيش حاجه اسمها برين ستام ده، انك تشيل اجهزه من على عيانين ده حرام، تشيل اجهزه من عيانين ده اكل. العلم قال ايه؟ العلم ما قالش ايه؟ هنقعد نتفاهم للصبح؟ مفيش حاجه اسمها العلم قال ايه. ده الامريكان نفسهم ناس معترض على الكلام ده. ما تقوليش ايران والسعوديه، ما تقوليش مش عارف ايه. الاورجان ترانسبلانتيشن ليها رولز، ليها قواعد. اما البرين ستاندس، ان انا اشخصك برين ستاندس واحنا لسه ما عندناش الكاتيجوري كلها بتاعت برين ستاندس، موت جذع المخ. طالما انا عايزه اقولها لك ببساطه، ان برين ستاندس اللي هو واحد جاي من حادثه عربيه وما بيتنفسش وحطيناه على الجهاز، ابتدى ريسبوند بالجهاز، فيقول لك خلاص ده بقاله 3 شهور، بقاله 4 شهور. لا انا هحكي لك حكاوي كتير، من ضمنها واحده قفلت التسجيل بقى مش عارف. خلاص بقى ما هو مش هيسمعوا.